تابعنا طيب يعني مع حضراتكم من مدينه مراكش المغربيه حفل الافضل حفل جوائز الافضل لعام 2023 حفل الكاف وشوفنا ازاي ان مصر كانت حضره وحاضره بقوه النادي الاهلي مشرفنا ورافع راسنا حصوله على افضل نادي في افريقيا المره السادسه في تاريخ النادي الاهلي وعلى فكره دي اول مره يكسب الاهلي هذا اللقب من عشر سنين يعني اخر مره كسب الاهلي هذا اللقب كان في 2013 النهارده بيكسب اللقب ده في 2023 المره السادسه في تاريخ النادي الاهلي وبالتالي مصر كانت حاضره بقوه في هذه الجوائز اللي استحوذت عليها بعض البلاد وبعض الجنسيات على حسب الجائزه يعني شفنا مثلا نيجيريا افضل لاعب في القاره وكانت مفاجاه كبيره جدا ان فيكتور من هو اللي يكسب يمكن كلنا كنا كابتن عماد وحتى كابتن عمرو الدسوقي كلنا كنا متوقعين ان حكيمي هو اللي هيكسبها شفنا برضو أساسيات أشولة كسبت أفضل لاعبة وهي برضو من نيجيريا المغرب طبعا كانت متسيدة بالنسبة للألقاب الخاصة بالأحسن مدرب مدرب وليد, وليد الركراكي على الجانب الآخر أحسن منتخب هو منتخب المغرب وطبعا جائزتين مستحقتين تماما بالنسبة للمغرب سواء أحسن منتخب بعد وصولهم لمربع الذهبي في كاس العالم الأخيرة في قطر أو وليد الركراكي بعد إنجاز ما بعده إنجاز بقيادته للمغرب لهذا المركز في بطوله كاس العالم اقوى بطوله على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الكوره ولكن ايضا النادي الاهلي كان حاضر بمحمود كهربا بحصوله على جائزه افضل هدف وهدف واحد من احلى اهداف محمود كهربا وكمان بيرسي تاو المحترف الجنوب افريقي اللي بنحسبه برضو على الاهلي اي نعم هو جنوب افريقي ولكن هو اخذ هذه الجائزه وهو متالق مع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره واحد من اكثر اللعيبه اللي بتقدم مستوى مميز مع الاهلي خلال الفتره الاخيره واخذ جائزه افضل لاعب داخل القاره بعد منافسه مع لاعبين اخرين منهم فيستون مايلي لعيب بيراميدز ولكن كان داخل هذه المسابقه على اثر فوزه بلقب هداف الكونفدراليه لما كان موجود مع يانج افريكانز التنزاني وكمان بيتر شارولي نجم سان داونز الجنوب افريقي وطبعا هو من ناميبيا. كابتن عماد رايك ايه في الجوائز وايه الجائزه اللي فلتت منك كنت متوقعها حاجه ثانيه؟ في البدايه نطلع معلش يا لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عباد متعب وكابتن عمرو دسوقي